سألنا المتابعين على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فهل تتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في الحد من أنشطة تهريب المخدرات المستمرة عبر الحدود؟ الإجابة جاءت كالتالي: بنسبة 86% قالوا نعم ستسهم في الحد من تهريب المخدرات، وبنسبة 14% قالوا لا لن تسهم. دكتور موسى، أسألك بهذه النقطة، هل فعلا أنه ستسهم هكذا خطوة بإعادة العلاقات، فتح التجارة المتبادلة من جديد، الأمور تعود إلى نصابها القديم، خاصة إذا تحدثنا اقتصاديا؟ نعم، يعني احنا لنرى الموضوع من منظور قومي. من منظور قومي هناك فوائد عدة لعودة النظام السوري إلى السرب العربي، لكن في موضوع المخدرات يعني نحن نرى أن إذا كان هناك رغبة حقيقية وإرادة سيادية سورية في هذا الموضوع، يجب على النظام السوري أن يفي بالتزاماته لحماية حدوده مع الأردن ومع دول الجوار، مش بس الأردن. يعني